توجه الصباح أنير المدى ولف في خطى دربنا عسجدا ومسي غماما ستروي يديك أريج الضياء وحلو الندى. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين. انتهينا من الورثة الذين يرثون بالفرد وحده، الزوج له النصف والربع، الزوجة الربع والثمن، الأم الثلث والسدس، جد لأم السدس، جد لأب السدس، الأخ لأم الثلث والسدس، الأخت لأم الثلث والسدس. نفرض أن عندنا مسألة اجتمع فيها الورثة الذين يرثون بالفرد وحده، اجتمع عندنا الورثة الذين يرثون بالفرد وحده. أولا لا يمكن أن يجتمعوا جميعا، استحيل أن يجتمع هؤلاء الورثة جميعا، لا بد أن نحذف إما الزوج وإما الزوجة، لأن إذا قلنا هلك هلك وترك زوجا وزوجة، من الذي مات؟ يستحيل أن يموت شخص وأن يترك زوج وأن يترك زوجة، إذا لا بد أن نحذف إما الزوج وإما الزوجة، حتى يعني نكرم النساء ولا نتهم بأننا عندنا فقه ذكوري، نحذف الزوج ونترك الزوجة تكريما لها وتشريفا لها. إذن عندنا الزوجة قلنا ترث الربع وترث الثمن، إذا كان معها فرع وارد ترث الثمن، إذا لم يكن تأخذ الربع، وهنا الفرع الوارد غير موجود، يعني سأعطيها الربع. الأم قلنا ترث السدس وترث الثلث، ترث الثلث بشرطين لا بد من توفرهما لكي أعطيها الثلث، الأول عدم الفرع، الفرع غير موجود، الثاني عدم نمو تعدد من الإخوة، وأنا عندي أخ لأم وأخت لأم، إذا سأعطيها السدس فقط لوجود متعدد من الإخوة. الجدة لأم والجدة لأب عندهن الحجب، من الذي حجبهن؟ الأم، الأم تحجب الجدة لأم والجدة لأب. الأخ لأم والأخت لأم يشتركان في الثلث، بهذا نكون قد أجبنا على عملية اجتمع فيها ستة من الورثة الذين يرثون بالفرد وحده. ولو حذفنا الزوجة ووضعنا مكانها الزوج سيأخذ النصف، سيأخذ النصف. التمرين الآخر عندنا هلك هالك وترك زوجا وترك أما وترك جدة لأب وترك ثلاث إخوة لأم وترك أختا لأم. أنا أريدك أن تسجل العملية ويمكن أن توقف الشريط حتى تجيب ثم تصحح معنا الإجابة على التمرين. إذن عندنا الزوج والأم والجدة لأب وثلاث إخوة لأب وأخت لأم. الزوجة دائما أبحث عن الفرع الوارد فقط، لا يهمني أي وارث ما عدا الفرع، لأن علاقتها في النقصان في الميراث مرتبطة بوجود الفرع الوارد، هنا الفرع غير موجود أعطيها الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الأم إما أن تأخذ الثلث وإما السدس، عندي متعدد من الإخوة، عندي أربع إخوة، إذا سأعطيها السدس لأن من شروط إرثها للثلث انعدام الفرع وانعدام المتعدد من الإخوة، ومن شروط إرثها للسدس إما وجود فرع وإما وجود الإخوة. الجدة لأب طبيعة الحال الحجب نكرمها نطعمها، لكنها لا ترد في هذه المسألة. الإخوة لأم يشتركون في الثلث، يأخذون الثلث قسمة يعني بالتساوي. نكمل العملية، عندنا إذا كان عندنا أكثر من مقام نأخذ أكبر المقامين، ستة وأربعة عددان زوجيان ليس بينهما مضاعف مشترك، عندنا التوافق نضرب كامل الأول في نصف الثاني أو العكس، إما أن نضرب أربعة في ثلاثة أو ستة في اثنان تعطينا 12، سيأتي معنا هذا في درس التقسيم. نقسم هذا الأصل على المقام، 12 نقسمه على أربعة تعطينا ثلاثة، نقسمه على ستة تعطينا اثنين، نقسمه على ثلاثة ستعطينا أربعة. الإخوة لأم ثلاثة، إذا واحد واحد واحد، الأخت لأم واحدة ستأخذ سهم واحد، إذا هنا استوى ميراث الذكر والأنثى، استوى ميراث الذكر والأنثى، وبهذا نكون قد أجبنا على تمرينين لهما علاقة بالورثة الذين يرثون بالفرد وحده. الحصة المقبلة إن شاء الله نبدأ في الكلام على حالات الأب، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. Mm-hmm.